وتعالوا نتلقى اول سؤال وصلنا النهارده. اول سؤال عندنا النهارده الاستاذ معتز من الاهليه. استاذ معتز، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، ازاي حضرتك يا فندم؟ كل سنه وحضرتك طيب وبارك الله فيك وجزاك الله خير. وجزاكم الله كل خير يا استاذ معتز، كل سنه وانت طيب. كنت طيب يا فندم الله يخليك. معلش يا فندم، بعد اذنك، انا كان معايا مبلغ من المال طيب وكنت عاينه بجوز بنتي يعني، والحمد لله ربنا قدرني وخلصت جهازها. فالمبلغ ده عدى عليه سنه، فانا بطلع زكاته في رمضان. فكان اختي حصل عندها ظروف وخدت مني مبلغ غير الزكاه. احسب المبلغ ده من الزكاه ولا اطلع الزكاه لوحدها لو سمحت؟ طيب انت بتقول لي دلوقتي ان انت عايز تسقط دين اختك من الزكاه، صح كده؟ يعني هي خدت مني مبلغ كان عندها ظروف. ايوه، يعني فهي فده دين عليها. لا 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 لا، انا عاوز احسبه من الزكاه، ينفع ولا ما ينفعش؟ طب معلش، الفلوس اللي انت اديتها لها ده اسمه دين، صح؟ لا انا مش مديها على اساس دين والله يا مولانا. امال مديها على اساس ايه؟ على اساس انها كانت مزنوقه وانا كان ربنا موسعها عليا، فاديتها لها على سبيل الهبه. مش عاوزهم، بس يعني دلوقتي احسبهم من الزكاه ولا بلاش؟ لا ما تحسبهمش، لان انت يعني لو كنت اسمعني بس، اسمعني يا استاذ معتز، لو انك انت كنت اديتهم لها بنيه خدي يا اختي مشي امورك ودي هديه من اخوكي، اديتها لها كده، يبقى خلاص ده مال وربنا يكتبه لك صدقه ويكتبه لك ثواب، والثواب باتنين، ثواب الصدقه وثواب الايه؟ وثواب كمان الايه؟ وثواب القرابه وثواب الصله. لكن انت لو اديتها الفلوس دي على سبيل الدين، والدين ده المفروض تسدده لك بعد شهر، اتنين، خمسة، بعد سنة، فانت وبتسألني بقى هل يجوز ان انا اسقط الدين ده من زكاة المال بتاعتي؟ اذا كان الشخص اللي انت مدينه ده من المصارف، يجوز ان انت بالنية انك تسقط هذا الدين، ويكون اسقاطك للدين دوت من ايه؟ من الزكاة. لكن الحالة بتاعتنا دي مش كده، فانت مش هينفع تحسب ده من الزكاه، لان انت اديتها فلوس عشان تساعدها، واديتها الفلوس دي على سبيل الصدقه، فمش هينفع نخليها من الزكاه. نعم.